ساعات تفصلنا عن بداية تأثير المنخفض الجوي الذي طالما انتظرناه وتحدثنا عنه خلال الأيام القليلة الماضية. نبدأ معكم بصور الأقمار الاصطناعية التي تشير في آخر الصور الواردة إلى تواجد كميات كبيرة وضخمة من السحب فوق الأراضي التركية. هي على ما يبدو أنها مترافقة من خلال صور الأقمار الاصطناعية مترافقة مع اندفاع التيارات الهوائية الباردة والقطبية باتجاه المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط. عبر هذه الصور يمكن أن نلاحظ أن هذه السحب من المتوقع أن تستمر في التدفق باتجاه المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها دول المنطقة، وتعمل على بداية الفعالية الجوية وهطول الأمطار خلال ساعات ما بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء. هناك من المتوقع أن يكون على الجانب الآخر منخفض جوي متمركز في وسط الأراضي السورية. هذا المنخفض متوقع أن يكون معه جبهة هوائية باردة هي مسؤولة عن هطول الأمطار اعتبارا من ساعات ما بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء في عموم مناطق المملكة. وهذا المنخفض الجوي متوقع أن يتحرك تدريجيا باتجاه الشمال الشرقي مع ساعات عصر يوم الأربعاء. منخفض آخر متواجد فوق الأراضي اللبنانية، هذا المنخفض هو مترافق أيضا مع جبهة هوائية باردة أخرى. هذه الجبهة الهوائية الباردة الأخرى هي غالبا جبهة قطبية تترافق مع اندفاع لكتلة هوائية قطبية أيضا باتجاه المنطقة، وهي ستكون المسؤولة عن بدء تحول الهطولات المطرية إلى ثلجية داخل المملكة. هنا صورة أوضح للجبهات الهوائية متوقعة عصر ومساء يوم غدا. الأولى ستكون عبرت المملكة مع ساعات ظهر يوم غدا الأربعاء وتكون قد تحركت تدريجيا باتجاه الشرق. الجبهة الأخرى يتوقع أن تعبر مع ساعات مساء يوم الأربعاء عفوا، وهي ستكون التي أو سيسبقها الهواء القطبي المندفع عفوا نحو شرق البحر الأبيض المتوسط. كميات الأمطار المتوقعة هي كميات عالية بشكل عام خلال نهار يوم الأربعاء. كما تلاحظون هناك أمطار تشمل معظم مناطق بلاد الشام، حتى في المملكة كميات كبيرة من الأمطار متوقعة تشمل معظم المناطق. الآن بالنسبة لكميات الأمطار تتركز أعلى كميات هطول أمطار في المناطق الشمالية الغربية من المملكة التي ربما أن تصل فيها كميات أمطار إلى أكثر من 75 ملم، في حين تكون كميات الأمطار أقل في ذلك كلما اتجهنا باتجاه الشرق أو باتجاه الجنوب الشرقي. في العاصمة عمان تقع ضمن كميات الأمطار التي تزيد عن 35 ملم وهي من الأمطار الغزيرة. جميع هذه المناطق ستشهد أيضا هطولات رعدية غزيرة زخات برد، إضافة إلى طبعا غدا متوقع أن تندفع رياح جنوبية غربية قد تكون هذه الرياح قوية جدا وتصحب بهبات شديدة تصل سرعة بعض الهبات المرافقة لها إلى حدود 100 كيلومتر في الساعة وذلك على فترات. هذه الرياح أيضا من المتوقع أن تسبب إثارة الأتربة والرمال في المناطق الصحراوية خاصة قبيل هطول الأمطار. إذن في ملخص أمطار غزيرة متوقعة نهار يوم الأربعاء اعتبارا من ساعات الصباح وأجواء باردة انخفاض حاد على درجات الحرارة كنتيجة لعبور أولى الجبهات الهوائية الباردة. ثاني الجبهات الهوائية الباردة التي ستكون قطبية ستعبر تدريجيا مع ساعات المساء والتي ستعمل على تحول الهطولات المطرية إلى ثلجية. كما نلاحظ متوقع مع ساعات مساء وليلة غدا أن تبدأ الثلوج بالتساقط فوق قمم المرتفعات الجبلية في شمال ووسط وجنوب المملكة التي يزيد ارتفاعا 1000 متر على سطح البحر، لا سيما في مرتفعات عجلون رأس منيف والقاعدة في البلقاء تحديدا زي والبحيرة، إضافة إلى غرب العاصمة عمان السويلح وتل علي في مرتفعات الكرك وأيضا عموم جبال الشرى. لاحقا هذه الثلوج ليلة الأربعاء الخميس يتوقع أن تمتد لتشمل المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاع عن 800 متر عن سطح البحر والتي ستشمل أجزاء واسعة أيضا من غرب العاصمة عمان، إضافة إلى أجزاء واسعة أيضا مختلفة من المملكة خلال ساعات ليلة الأربعاء على الخميس. الآن بعد ذلك يتوقع أن تصبح الهطولات الثلجية متقطعة وأيضا حتى الهطولات المطرية مع ساعات صباح الخميس، وبالتالي يعتمد تراكم الثلوج في جميع المناطق على قوة الجبهة الهوائية القطبية التي ستعبر المملكة مع ساعات المساء. بمعنى آخر بأن الجبهة القطبية التي ستعبر مساء والتي ستجلب تساقط الثلوج إذا كانت مسؤولة عن حدوث تراكمات نوعا ما جيدة للثلوج في بعض المناطق ستكون الثلوج يوم الخميس صباحا المتقطعة أيضا متراكمة وتزيد من التراكم الذي سيحدث خلال ساعات الليل. تابعونا دائما عبر أريبي وذر في تحديثات أولا بأول حول هذه الحالة الجوية المتوقعة. كان معكم محمد الشاكر، إلى اللقاء.